هلو يا رايا. هاي، هاو ار يو؟ رايا، انت من الاعلاميات الناجحات جدا في الوطن العربي. ميرسي. عندي فضول فظيع، يعني ما شاء الله تشود. ازاي بتقدري توفقي ما بين برنامج سكوب وعربز جوت تالنت؟ صار لي شهرين من وقت ما ابتدى عربز جوت تالنت، ما عندي نهار فرصه، يعني اجتهاد وعمل وطيارات، ومنيح لي في شغف الفانس بيخليني اكمل. بس بحب هالبرنامجين الاثنين، وما بحب اختار بين واحد والتاني، فمضطر اشتغل دبل. رايا، طب انت عندك كل الامكانيات اللي ممكن تخليكي ممثله ناجحه جدا، بلس الاذاعه، ان انت تبقي مذيعه وممثله. لو تعرض عليكي دور كويس جدا في التمثيل، ممكن تمثلي؟ اول شيء انا ما بوافق ابدا بالراي، لانه ما عندي ولا موهبه تمثيليه ابدا. ابدا، يعني لا بالغنى ولا بالتمثيل، ولا عندي موهبه فنيه whatsoever. بس اداء رائع، يعني دائما، يعني التقديم هو بيشبهني، لانه انا برأيي لتكون مقدمة برامج جيدة لازم تكون نفسها، لازم إذا بتعرفيها بالحياة تكون متشابهة لشخصيتها على التيفي. ما عندي ولا موهبة تمثيل، ولا موهبة عرض أزياء، ولا موهبة غنى، ولا شيء. بس عندك جمهور كبير جدا بيحبك وبيموت فيك وبيتابعك دايما على الويب سايت. إذا مارتن سكورسيزي بيعرض علي دور يمكن بقبل. إن شاء الله. بس هتكون جيدة. بنتمنى، أكيد هتبقي قدها. شكرا. بدي اتمنى لكل المتابعين على وشوشه.org، it's a very nice name. شغله واحده لسنه 2014، السلام، الاستقرار والسعاده، اهم شيء بالحياه السلام والصحه. بتمنى لكم اياها. شكرا رايا. Have a nice time. Thank you.